تندرج هذه العودة ضمن سياسة الانفتاح والمصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل التي تبناها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس دابيتنو. فضمن هذا الإطار فإن هؤلاء المئات من الجنود السابقين لاتحاد قوى الديمقراطية والتنمية UFDD منهم 8 ضباط قرروا العودة إلى الوطن بهدف المساهمة في توطيد السلام والأمن والاستقرار في تشاد. في مداخلته جيمي يونس وكاي باسم رفاقه قال ان اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية قد التزمها لوطء نهاية للحرب وطي صفحة التخاصم، مشيرا الى ان الجهود في البحث عن السلام تبقى ضرورية وان حركته مستعدة لبناء السلام في البلاد. حاكم ولاية كانيم عثمان ابراهيم جمعة وبعض رحب بهذه البادرة لهؤلاء السياسيين العسكريين الذين على رأسهم القائد العام لقوات UFDD يوسف عبد الجميل، فقد اشاد بسياسة الانتقالية التي اعطت ثمارها للكثير من المواطنين للعودة الى البلاد. من جانبه المستشار الخاص لرئيس المجلس العسكري الانتقالي اكد بان المجلس يضع الامكانيات اللازمة لتسهيل الاندماج الاجتماعي لهؤلاء السياسيين العائدين. احمد اسحاق ديار قدم ايضا نداء لكل ابناء الوطن الذين يترددون لاغتنام هذه الفرصة لسياسة التسامح واليد الممدودة بوغة العودة نهائيا الى البلاد. جرى هذا الحدث بحضور المدير العام للجمارك الوطنية علي تيمان ديبي والقائد العام لـ UFDD يوسف عبد الجميل.